القهوة من وقت حاب قهوة يكون بعليه ألعاب هيا نمرح هيا نلعب هيا نشاهد كل جديد. ازيكم يا أصحابي؟ ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ الله، ايه اللعبة الجميلة دي؟ انت عارفة ده ايه؟ ده ايه؟ ده؟ اسمه ايه؟ فاكرة اسمه؟ ده باز يطير. فاكرة باز؟ مش احنا المرة اللي فاتت جبنا وودي جميل ده؟ الله، شفتوا يا اصحابي وودي جبناه المرة اللي فاتت، وقلنا لكم لو كتبتوا لنا في التعليقات ان هو عجبكم هنجيب لكم باز كمان، وانتوا طلبتوا مننا نجيب لكم باز عشان ايه تشوفوه. والنهاردة جبنا لعبة باز يطير. عارفة اللعبة دي من فيلم قصة لعبة، عارفها؟ اللي فيها الالعاب كتيرة وبتتحرك كده في الفيلم، كان جميل قوي الفيلم ده، اصحابنا بيحبوه خالص. بس انا شفته مرة. شفتيه مرة واحدة؟ طب بصي تعالي نوري لهم العلبة شكلها ايه الاول. بصي يا اصحابي، هو طبعا هنا الجزء ده شفاف وباز ايه قاعد جوه، لسه ما فتحناش العلبة ما عرفناش جواها ايه. وهنا الرسمه كده، هو بيعمل بصبعه كده، وهنا وهو طاير، هو طبعا مش بيطير هو كده وكده. وهنا برضو جايب لك بقى ايه الحاجات بتاعته، بيمشي على رجليه والزرار ده بيشغله ماشي، وحاجه والبتاع دي بتعمل الالوان اللمبات دي وكده. وهنا برضو ايه جايب لك برضو ان هو ايه دراعه بيلف كده قدام وورا، وايه وعندي هو بينور كمان وبيمشي بيعمل حاجات جميله قوي. طب ايه رايك يلا نفتحه؟ تعالى يا وودي كده شويه لما نفتح العلبه. يلا يلا افتح العلبه كده شطوره. يلا عشان هيعجب اصحابنا خالص، ده احنا عاملين لهم مفاجاه النهارده. لما بيمشي بيعمل حاجه جميله كده، هنوريها لهم. استني كده ما نشيل العلبه دي خلاص ما عندناش عايزينها. استني واحده ما تطلعيوش، استني بس استني ثانيه واحده عشان بس مش هتعرفي تطلعيه. بصي يا اصحابي، هو طبعا عليه حاجات كده، هنشيلنا دي خلاص وهنشيل اللي ماسكه رجليه دي كده. ثواني، حاجات اللي ماسكه رجله دي خلاص شلناها. شيلي بقى دي كده في جنب. الله، بصي اللعبة بعد ما فتحناها شكلها جميل ازاي؟ حلو قوي. ده بصي شكله ايه؟ عاملينهم مفاجأة. مفاجأة ايه؟ ايه المفاجأة؟ عاملين لهم مفاجأة نقول لهم عليها لسه. بس شفتي الوانه ايه؟ اللون الأبيض، اللبس بتاعه البدلة لونها أبيض وفيها أخضر وفيها رصاصي من هنا وأسود كمان من هنا. عايزة توري لهم ايه؟ الله، بصي يا اصحابي بيفتح الخوذة بتاعته دي طبعا عشان ايه؟ لو حتة ما فيهاش هوا في الخوذة كده، عشان استني كده عشان يتنفس الخوذة اللي البدلة دي بتطلع له هوا من جوه، هوا نظيف، عشان لو الهوا اللي بره مش حلو، يعني لو هو عمل كده والهوا طلع مش حلو يقوم قافلها عشان ايه؟ يتنفس هوا نظيف. البدلة بتعمل له هوا نظيف، والزر ده اللي بيشغله ودي اللمبات وكده. طب تيجي نفتح ايه ده؟ شوف شايل ايه على ظهره؟ الله، شايل شنطه جميله، بس المكان ده بتاع الحجاره. تعالي نركب له الحجاره. ماشي بصي يا اصحابي. طيب ده ايه؟ ده ايه المفك ده؟ قلنا ماله؟ علي صوت. طب علي صوت. طب عايز الله، بص عامل ايديه. الله، عامل ايديه ازاي؟ ايه ده؟ استني، ممكن بيحرك ايديه كده وكده. بصي لورا كمان، قدامه ورا كده عادي. شطوره، انت عرفتها لوحدك وبيقفل ايديه كده. الله، ممكن يعمل ايه ده؟ استني كده، ممكن يشيل لونه ده ولا ايه؟ ممكن يعمل كده. بصي اكنه مثلا ايه بيسلم على حد، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. جميل قوي. طب بصي بقى، تعالي يلا نشوف المسمار. هاي يا اصحابي، بصي هاي. طب قولي لي دلوقتي المفك ده قلنا ماله؟ محدش من الصغيرين يمسكوه. محدش من الصغيرين يمسك المفك، الكبار بس. طب استني، حاجه انا خدت بالي منها. حاجه ايه؟ طب استنى انا فكيت المسمار اهو يا اصحابي، وفي هقول هخليكي تقولي لهم دلوقتي. بس بصي كام حجاره؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. طب عايزة توري لهم ايه؟ صحابي. بيحرك ايديه، بيلف ايديه كمان كده وكده. الله، شاطر. صح. طيب تعالي بس نركب له الحجاره الاول. ماشي، تعالي نجيب ثلاث حجارات. واحد اثنين ثلاثة. تعالي بقى نقفله تاني كده عشان نشغله ونشوف هيعمل ايه.
ده شكله هيبقى تحفة. حمكم الله. لما نعطس نقول الحمد لله. احنا شاطرين. شاطرة. حمكم الله. جميل. انت عاجبك اصلا شكلك عايزة تشغليه بسرعة صح؟ طيب احنا ركبنا الحجارة. لما بنيجي نشغله بقى بنشغله منين؟ شايفين الزرار ده يا اصحابي؟ استني كده. يلا شغليه انت بقى. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بصي بينور. الله ده جاي عندنا هنا. الله. والخوذة بتاعته بتنور من جوه كمان فيها الوان. يعني بصي يا اصحابي. حلو قوي. بس يا عم انت رايح فين؟ كفايه لحسن تقع. كان هيقع. الله ده جميل خالص. نعمله كمان مره. يلا تعالي. وهو مقفول. اقفلي الخوذه. يلا اعمليه كده. يلا. لا امسكي بايدك من هنا. امسكي بايدك. ما امسكي بايدك واعملي كده. بس يا طير. الله شكله تحفه. بصي بيعمل ازاي. هي دي بقى المفاجاه اللي قلنا لاصحابنا عليها. بيطلع النور وهو بيمشي كده. يبقى شكله تحفه. ايجا هو احنا بيمشي لوحده يا اصحابي. طب تعالي نوقفه كده. بصي بقى البتاع اللي على ظهره دي ممكن بقى يقوم عامل كده. استني. عامل كده اهو. يفرد ايديه وكده ويقوم عامل كده. ويطير. عايز تقولي ايه؟ بص. ها؟ لا بلاش رجلي ما تتحركش كده. انت هي بتتحرك من الكهرباء من الحجاره بس. انما انت بتحركي دي بس. بتحركي دي بس؟ لا رجليها تتكسر كده. ماشي؟ يلا. طب تيجي ايه رايك تيجي نشغل باز وودي مع بعض؟ يلا. ايه رايك؟ يلا. استنى يلا ها. واحد اثنين ثلاثة. يا ترى مين هيسبق؟ شوفي وودي ماشي بالراحة خالص ازاي؟ هو هيسبق. باز هيسبقه. باز هيسبقه. وودي اصل وودي بيقف شوية يبص يمين وشمال قبل ما يمشي وبعد كده يتحرك. كده باز كسب. لا انت عارفة هو عشان الحجارة دي ضعيفة ممكن يكون ماشي بطيء عشان حجارة ضعيفة. بصي. طب بصي هقول لك على حاجة بقى. ايه رأيك نجيب صاحبتهم؟ ماشي. ماشي عشان استني. احنا دلوقتي يا اصحابي معانا وودي ومعانا باز. هنجيب لهم القط توم صاحبهم. عشان هو بيقلدهم. هنخليه يقلدهم يلا. طب استني هنخلي توم يقف هنا. استنوا يا اصحابي بس نشغل توم الاول. بس يا توم. بس يا توم. بس يا توم بقى. بيقلدنا انا. طب استني كده نخليه يقلد باز. بس بقى اسكت. بيقلد باز. بيقلد باز. طب تعالي نخليه يقلد ودي. الزرار بتاعه فين؟ بس الصوت مش واضح قوي عشان الحجارة دي ضعيفة. لو الصوت عالي هيعرف يقلده. طب بس بقى. بس بقى. بس يا قطة بقى. الله. استنى يا توم. استنى يا توم لما نشغل الحجر بتاعي يا توم. استنى. الله جميل قوي 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 قوي. بس بقى يا دو يا اسمك ايه اسمه ايه باظ ده؟ الله بيقلد برضه.
بس بقى يا توم بقى، بس يا توم. على فكرة اللعبة دي هتعجب أصحابك جدا جدا جدا. أه؟ ده برضه بيقلدني. أه بيقلدني ليه ده؟ أه مش عارفة. كفاية كفاية. إيه ده؟ ده بيقلدك بالظبط. بس يا توم بقى لو سمحت. بس يا توم، طب دلوقتي هنقول ايه لاصحابنا؟ اشتركوا معنا في القناة وانزلوا قوانا في يو. بقى يا توم بقى مش هنعرف نتكلم منك يعني؟ بس يا توم اشتركوا معنا يا اصحابي في القناة. استني بقى عشان نقول لهم بقى. اشتركوا معنا يا اصحابي في القناه وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات لعبه باز الجميله دي عجبتكم ولا لا، واني اكتر عجبكم، باز ولا وودي ولا القط توم. معنا يا اصحابي في القناه وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات لعبه باز الجميله دي عجبتكم ولا لا، واني اكتر عجبكم، باز ولا وودي ولا القط توم. باز هيجي يقول لكم بنفسه اهو، يلا خليه يقول لهم. اشتركوا معنا في القناه وانزلش جبنا بير تعليقات. بيقلدك برضه شفتي؟ طب يلا نقول لهم ايه بقى؟ باي باي يا اصحابي. باي. خلي باز يقول لهم باي باي باي. قول لهم باي كده يحييهم كده. باي باي. بص يا اصحابي ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده في حزام جلد. الله، الحزام ده بيتلبس. استني كده، اوعي ثانيه واحده، استنى نشيل الاستك ده يا اصحابي. ده جميل، بيتلبس على الوسط، حلو قوي. بصوا بيتفتح كده. طبعا هو عامل ازاي؟ بصوا من هنا ليه توكه، ومن هنا دي بتتركب فيه، يعني ممكن نقفله كده يا اصحابي كده، ممكن يتلبس على الوسط. والعده دي بقى ايه اللي لابس الحزام يبقى لابسها ايه معاه، يعني زي النجار بجد بيبقى معاه حاجات زي دي بجد. طب تعالي نطلع الحاجات دي الاول، تعالي نشوف المسامير اللي جايه معانا دي. بصوا يا اصحابي،